أنا كنت أتدرب مع كوتش لوري من قبل في نادي ثاني، بعدها التزمت هنا بـ TFW. المكان حلو مختلف، يعني شرح مثلا، ودائما أنا عادة أي الصبح فألقى مواقف في المكان شرح وحلو. أول بدايتي مع TFW التزمت أكثر بالرياضة، البرنامج مختلف عن الرياضات اللي جربتها قبل في النوادي الثانية، زادت ثقتي في نفسي أكثر والحمد لله نزلت على TFW. التزامي بالرياضة مع الغذاء الصحي غير حياتي، خلاني أنزل وزني أكثر وزاد ثقتي في نفسي، يعني شكلي بدأ يتغير حتى وصحتي صارت أفضل من قبل. أطمح للمستقبل في TFW أن أنزل من وزني أكثر وأزيد ثقتي بنفسي أكثر، وألتزم بالرياضة والأكل الصحي كلايف ستايل، يعني نمط حياة، مو فترة وبعدين أتفش، لا على طول إن شاء الله. اللي هو TFW طريقة اللي هو الكلاسز تكون مختلفة عن باقي الكلاسات، كل يوم شيء مختلف، ما نحس بالملل، يعني طبيعة كل يوم يكون مختلف عن الثاني، فمو نفس الكلاس مثلاً كل أسبوع نحضره فنحس بالملل، لا يكسر حاجز الملل وفي تغيير على طول.